الله يرحمك. هذا عم يكون سلام. طبعا هو واخد بقى الطلبة ده سجاد الطلبة ده سنة شرفة. ثم جريمة جديدة ومجزرة جديدة ترتكب وفي الشيء الكلابي بحق المصورين الصحفيين، وإحنا تغطيتها من المعارك الدائرة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مربع حمة العثمان شرق المدينة، حيث استهدفتم الميليشيا بقبيلتها والصحفيين. معروف لدى كل العالم وكل المنظمات الدولية أن الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي، فأثناء تغطيتها من المعارك الدائرة في أي منطقة، وبالتالي الميليشيا ترتكب الجرائم المتكررة بحق الصحفيين لأنهم ينقلون الحقيقة وهي تريد واد هذه الحقيقة التي تفضحهم وتعريهم أمام العالم جراء الجرائم التي ترتكبونها بحق اليمنيين بشكل عام.